في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدؤا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كلتر رجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحر إن كان الحريا حواريا له بتحره إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدير به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنعورت سماء زوادت دجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه مكملا.